أنا معاكم الدكتورة نادية شريف، مدير أكاديمية مايكروسوفت الأليوبية ومدربة معتمدة من مايكروسوفت ومن أماكن كتير. هنشتغل مع بعض النهاردة، أو إحنا مش هنشتغل، يعني هو مش أنا مش هدربكم، هو بس مسابقة عالمية بتتعمل في السنة 4 مرات كوارتري، يعني كل 4 شهور، كل 3 شهور سوري، يعني 4 مرات في السنة. مايكروسوفت بتطلب ان يكون في طلاب امباسادورز. يعني ايه امباسادور؟ سفراء. يعني ايه؟ يعني بينقلوا الفكرة التكنولوجي او فكرة مايكروسوفت في التعليم، اهمية مايكروسوفت واستخداماته في التعليم. الطلاب دول كلمة سفير، يعني هو بينقل الخبرة او بينقل الفكرة. فبتقدم لنا مايكروسوفت، بتقدم لنا الفكرة دي وبتقدم لنا مميزات كتير جدا هنشوفها مع بعض بعد شوية. مش طالبه مننا ان احنا نكون عندنا خلفيه كبيره، يعني مش لازم انا اكون بروجرامر او اكون بشتغل كمبيوتر ساينس او كده، لا. هو من اول 16 سنه فانا حابب المجال وهبقى فيه ان شاء الله، يعني ممكن اتخصص برمجه، ممكن اتخصص شبكات، ممكن اشتغل سوفت وير، هارد وير، حاجات كتيره جدا. المهم ان انا باذن الله هشتغل تكنولوجي، فعلشان كده حابب ان انا اكون امباسادور مايكروسوفت ليرن ستودنت امباسادور. ده برنامج مايكروسوفت بتعمله زي ما قلت لكل الطلاب على في كل انحاء العالم، في دول كتيره تقريبا 129 دوله بيشاركوا فيه. المشاركه فيه مجانيه، مش بيحتاج مننا تدريب ولا اي حاجه خالص. ان انا بس في شويه حاجات هقولهم النهارده كنت حابه اقولهم من زمان، لكن ما كانش فيه فرصه ان احنا ما كانش عندي وقت فرصه النهارده ان احنا نشتغل في الموضوع ده. طيب، يبقى عندنا البرنامج بتاعنا زي ما قلت هو برنامج سفراء الطلاب في مايكروسوفت ليرن. هو مجموعة عالمية من السفراء بيعملوا ايه؟ بيساعدوا الطلاب وبيساعدوا المجتمعات بتاعتهم. بتعمل انت لازم تكون كمان قائد، بما انك سفير فهتكون قائد في مكانك، قائد لمجموعة لزملائك للآخرين حواليك، وهتحاول تطور مهاراتك التقنية والمهنية للمستقبل. يبقى احنا بنطور البرنامج هدفه ان انت تطور مهاراتك التقنية للمستقبل. طيب، يعني ايه تكون مايكروسوفت امباسادور؟ مايكروسوفت امباسادور ام اس اي ازاي؟ ده معناه ان انت هيتم دعمك في مجتمعك المحلي، يعني احنا كمان هندعمك، مش انا اللي ادعمك، شركه مايكروسوفت، موقع مايكروسوفت هو اللي هيدعمك، هو اللي هيعمل فرق في حياتك، هيعمل لك، هيديك فرصه ان انت تقود الاخرين، هتتعلم وتشارك، هتتمكن من الوصول الى موارد مايكروسوفت وخبرائها. يعني هيبقى في كوميونتي هتدخل فيه، مايكروسوفت هيضيفوك فيه بعد ما تفوز ان شاء الله باللقب، وهيساعدوك الخبراء، دايما هيتواصلوا معاك ويساعدوك ان انت تكون تنمي مهاراتك التقنيه. هتقدر تدخل زي ما قلت شبكه الطلاب العالميه، هتتواصل مع خبراء مايكروسوفت من خلال تيمز هيحطوك فيه، هتاخد اشتراك في مايكروسوفت اوفيس 365 مجانا مدى الحياه، هتاخد رصيد في ايجور. ايجور ده اللي هي كلاود تبع مايكروسوفت، بس غاليه جدا، هيديك رصيد 150 دولار شهريا. في حاجات كمان هنشوفها بعد شويه، هيديك فرصه ان انت تاخد كورسات في مايكروسوفت ليرن، فيجوال ستوديو كود، كمان هتبقى عندك الفيجوال ستوديو، تقدر تعمل بروجرامرز، تشتغل بروجرامرز يعني لو انت حابب. في حاجات كتيره قوي هتاخدها لما تحصل على اللقب ده، مميزات حلوه جدا. طيب، ايه هي من الـ الفوائد التانيه اللي هنحصل عليها؟ زي ما قلت انه هيحصل فرق في شخصيتك، فرق في مهاراتك، هتقدر تتواصل مع الاخرين، هيكون عندك فرص كتيره زي ان انت تدخل ايماجين كاب، وده مسابقه عالميه سنويه بتحصل، ممكن يضيفوك فيها، ممكن يكون عندك الفرصه ان انت تشارك فيها. هتكون مطلع دايما على تكنولوجيا مايكروسوفت، وزي ما قلت هيكون في فريق مايكروسوفت نفسهم، الخبراء بتوع مايكروسوفت هيساعدوك. ممكن تاخد فرصه ان انت تبقى انترنشيب او متدرب تبع مايكروسوفت، ودي حاجه حلوه جدا زي ما قلت بتطور مهاراتك. والمميزات الاكتر بقى من مين اللي هيقدم؟ طيب، زي ما قلت لكم في البدايه ان انت لازم يكون عمرك 16 سنة على الأقل، لازم تكون طالب في إحدى المدارس أو الجامعات،
طبعا زي ما انا قلت في الاعلان ان ممكن طلاب الجامعات كمان، يبقى لازم تكون طالب في مدرسه هاي سكول يعني ثانوي، لانه 16 سنه يعني اكيد في ثانوي. ممكن تكون طالب في الجامعه وتقدر تقدم، مش لازم تكون عبقري في التقنيه زي ما قلت، مش لازم تكون تكنولوجي ولا طالب، ولا انت طالب كليه علوم الحاسب، لا انت عادي اي طالب في اي مكان حابب انه ينمي مهاراته التقنيه، حابب انه يعمل فرق في المجتمع يقدر يقدم، حابب ان هو ياخد خبره في الكودينج او في التكنولوجيا، عاوز يطلع على ادوات وموارد مايكروسوفت يقدر يقدم. وبالتالي عشان كده مفتوحه لكل التخصصات، مش لازم يكون كمبيوتر ساينس او ناوي يدخل كمبيوتر ساينس، لا حتى عادي اي شخص عادي هيدخل اي كليه يقدر يمارس، يقدر يسجل في البرنامج. خطوات التسجيل في البرنامج 4 خطوات. الخطوه الاولى هتدخل الرابط ده، الرابط احنا هنجرب طبعا، هنشتغل عملي بعد شويه ونشوف ازاي بنطبق. هتدخل الرابط ده وتكتب وتملى بياناتك، لازم يكون عندك ايميل موحد، ايميل مدرسي سوري، هو احنا عندنا بس في مصر بنسميه الموحد، لكن في الدول التانية اسمه ايميل مؤسسي، يعني ايميل بتاع المدرسه بتاعتك او الجامعه اللي مديهولك. طبعا اي طالب بيدخل مدرسه، احنا عندنا في مصر من اول رابعه ابتدائي بياخد الايميل المدرسي لغايه ثالثه ثانوي، وكمان في الجامعه بياخد ايميل تاني خاص بالجامعه. في الدول الاخرى كمان نفس الايميل ده بيبقى من شركه مايكروسوفت. هتدخل الرابط ده اللي هو الموقع ده اللي احنا هنجربه بعد شويه، وبعد كده هتعمل تسجيل دخول بالايميل المدرسي والباسورد بتاع الايميل المدرسي اللي انت خدته من المدرسه. هيطلب منك في الابليكيشن اللي انت هتملاه في بيانات هتملاها بعد شويه، من ضمن البيانات هيديك 3 اسئله بتجاوب عليهم. سؤال منهم بيكون فيديو، بتعمل فيديو عن نفسك، بتقدم نفسك. هنشوف برضو الفيديو ده ازاي، هنشوف ناس كاتبين فيه ايه. لو في خطوات اضافيه او معلومات بتكتبها في الخطوه الرابعه. عندنا 4 خطوات بتعملهم. هندخل الموقع، هنعمل تسجيل دخول بالايميل المدرسي او الايميل المؤسسي بتاع الجامعه بتاعتي او المدرسه بتاعتي. هنعمل فيديو، هنجهز فيديو قبل ما ندخل طبعا، وهقول لكم ازاي هنعمل فيديو او ايه اللي هتقوله في الفيديو. وبعد كده هتكمل البيانات الاخرى، وفي اسئله هتجاوب عليها مش اجابات طويله، اسئله كويسه جدا، وهنشوفها مع بعض بعد شويه. طيب المزايا او الـ سوري، البرنامج الامباسادور ده في منه 3 مستويات. المستوى الاول اسمه الفا، المستوى الثاني اسمه بيتا، والمستوى الثالث اسمه جولد. يبقى الفا ده للمبتدئين خالص اللي هم لسه ما قدموش قبل كده، بياخدوا مستوى الفا. وفي الفا لازم تعمل ايه؟ هتملأ الابلكيشن اللي احنا عملناه، وهتعمل اي مسار تكمل مسار تعليمي على مايكروسوفت ليرن. هي ايه مايكروسوفت ليرن دي؟ مايكروسوفت ليرن موقع بيقدم لي كورسات ملهاش عدد، يمكن اكتر من 4000 كورس، كلها كورسات حلوه جدا بس سيلف ستادي. يعني ايه سيلف ستادي؟ يعني انت اللي بتذاكر لوحدك، قدامك المحتوى، وفي جوه المحتوى كمان في فيديوهات وفي دروس وفي انشطه عمليه بتعملها، وبعد في الاخر خالص بتلاقي نوليدج تشيك، يعني اسئله بسيطه بتجاوب عليها ويبقى انت كده درست الكورس ده، بيطلع لك بيه شهاده وهنشوفها دلوقتي. هتاخد مسار كامل، طبعا في مسارات كتيره، مسارات للتعلم، وفي برامج كورسات صغيره. مسار التعلم يعني عدد كبير من الكورسات مرتبطه بموضوع واحد، هنشوفهم مع بعض برضو بعد شويه. لو انت كملت مسار واحد على مايكروسوفت لير ومليت الابلكيشن اللي احنا هنشوفه، يبقى انت هتاخد ايه؟ مستوى الفا ان شاء الله، لو لقوه بياناتك تمام هتاخد الفا. طيب عملت انت بعد شويه، استضفت حدث يعني ايفنت في مجتمعك علشان تتكلم فيه عن خبرتك، يبقى انت كده هتاخد المستوى بيتا. يعني ايه حدث؟ انت دلوقتي انا معايا طلاب، انا عارفه ان عندي طلاب كانوا مشاركين معايا في مسابقه مايكروسوفت كورس شامبيون شيب، ومشاركين في حاجات كتيره معايا، شاطرين جدا في البروجرامينج، بيعرفوا يعملوا برامج حلوه قوي. يعني في حد كان بيعمل كمان تطبيقات موبايل للموبايلز، وفي حد بيعمل ويب بيجز، بيعمل صفحات ويب. فلو انت عندك مهاره من المهارات دي هتعمل ايه؟ عايز تعمل ايفنت تدرب زملائك عليه. لو انت عملت كده هتاخد البيتا. طبعا بتثبت او بتوثق الايفنت اللي انت عملته، زي ما انا عملت دلوقتي، انا عملت دلوقتي ايفنت
معاكم يعني، عملت محاضرة وبسجلها، هاخد الرابط بتاع التسجيل ده وابعته لهم لمايكروسوفت واسجله، هيعرفوا ان انا عملت ايه ايفنت. بحتمل لو انت عملت ايفنت، استضفت ايفنت كويس ودربت فيه زملائك، عملت كورس حلو. لا مستر علاء للاسف ده للطلاب فقط، في 16 سنه الطلاب لازم يكونوا ستودنت، لانها اسمها ستودنت خلاص. عشان كده انا قلت في اعلاني انها للطلاب، وفي البدايه خالص قلت ان الموضوع ده خاص بالطلاب. طيب يبقى المرحله الثانيه بيتا هتعمل ايفنت، ولو انت عملت ايفنت برضو وقدمت في بعد كده وحطيت الرابط بتاع الايفنت بتاعتك دوت وحطيت صور، الايفنت ممكن يكون اونلاين ممكن يكون فيس تو فيس، وعملت صور ووثقت الايفنت بتاعك، هتتنقل للمرحله بتاعتك. المرحله جولد بعد ما بتوصل بقى للجزء ده، عملت ايفنتس كتير ونميت مهاراتك وخدت كورسات كتير على مايكروسوفت ليرن، بينقلوك للمرحله الجولد. هما من غير ترشيح، انت من غير ما ترشح نفسك، هما بيعملوا لك انفيتيشن ان انت تبقى معاك الجولد، ودي اكبر مرحله من مراحل الامباسادور. طيب انا هجاوب على اسئله بعد ما اخلص الكلام بتاعي، بس بخلص البرزنتيشن واقول لكم على كل الاسئله، سيبكم تجاوبوا عليها. ايه اللي انت هتحصل عليه لما تبقى مايكروسوفت امباسادور؟ زي ما انا قلت من شويه هقولهم لك بالنقط سريعا كده. اول حاجه هتاخد اشتراك في الفيجوال ستوديو انتربرايز، الاشتراك ده طبعا بفلوس، هو هيدولك مجانا، هيديك رصيد في الايجور بقيمه $150 امريكي شهريا. الايجور ده كلاود بتحط عليها، ممكن تعمل عليها موقع خاص بيك، بتحط عليها حاجات كتيره جدا. هنشوف الايجور ده في مايكروسوفت ليرن وهتتعلم ما يعني ايه ايجور، هو واحد من تطبيقات مايكروسوفت المهمه جدا جدا، وده بفلوس غالي ب $150 شهريا هيدوهم. هيديك فاوتشرز للامتحانات بتاعت مايكروسوفت، عارفين امتحانات مايكروسوفت زي الموس وزي الاي سي 3 وزي حاجات كتيره، تطبيقات حلوه، امتحانات وشهادات جامده جدا من مايكروسوفت، ليها غاليه يعني، في حاجات مثلا ب $100، حاجات ب $50، حاجات ب $90. هيديك هو فاوتشرات مجانيه تدخل تمتحن. هيديك لينكد ان ليرنينج، لينكد ان ليرنينج او لينكد ان ده موقع للتوظيف، وموقع انصح كل طالب دخل بقى في ثانوي يعمل لنفسه اكونت على لينكد ان. طيب ايه لينكد ان ده؟ ده موقع زي ما قلت موقع تواصل اجتماعي لكن خاص بالتوظيف وتنميه المهارات. على لينكد ان في جزء اسمه لينكد ان ليرنينج، بيقدم لك كورسات برضو، كورسات لايف، كورسات متقدمه جدا جدا بس كلها بفلوس. لو انت بقيت مايكروسوفت امباسادور هيديها لك مجانا او هيديك اشتراك مجانا فيها. هيديك كمان دومين يعني تعمل موقع لنفسك، وهيبقى الموقع بتاعك .com، وده برضو الدومين ده بيبقى غالي جدا. انا لو عايز اعمل موقع لنفسي واروح اشتري دومين بيبقى ليه اشتراك شهري او اشتراك سنوي غالي جدا، ده هيديهولك مجانا. كمان هيشارك دايما البادجز بتاعتك اللي انت هتاخدها او الانجازات بتاعتك، هيشاركها لك على ملفك الشخصي على لينكد ان. يبقى هيديني مميزات كتيره جدا جدا حلوه جدا، كل المميزات دي بفلوس، هيدياني مجانا المايكروسوفت، هتديني الامكانيات دي كلها. طيب انا هوريكم فيديو قبل ما نروح للرابط وقبل ما نشوف الابلكيشن، فيديو نشوف بس الطالب هيقول ايه في الفيديو ده. واحد من الاسئله اللي ممكن تجاوب عليه بتقدم نفسك، هنشوف الفيديو بس. طيب انا عايزه بس اتاكد ان الفيديو اتعرض، هقفل بس الستوب شيرينج. نعرض الفيديو، الفيديو طالب من الطلاب طيب الفيديو شفتوه؟ حد بس يقول لي انه انا فتحت لكم المايك تقريبا صح؟ الفيديو من غير صوت. من غير صوت ما فيش مشكله، ما انا
ممكن بس عشان صوت الكمبيوتر. لكن شفته في طالب بيتكلم، الفيديو مدته او زمن الفيديو دقيقة و39 ثانية. في فيديوهات تانية كتير هتشوفوها، ممكن تبحثوا عنها وتشوفوها، هقول لكم هتبحثوا عن ايه. هتلاقوا الفيديو مثلا دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين ونص. طيب بيعمل ايه في الفيديو ده؟ بيشرح، بيقول انا هعمل ايه وليه عايز اقدم في المايكروسوفت امباسدور، ايه رغبتي، ليه بقدم، خلاص، وهعمل ايه. بس هو ده اللي هو بيقوله في الفيديو بتاعه. انت ممكن تشوف فيديوهات بالشكل ده كتير. طبعا انتوا لو شايفين انزل الشير اهو، شايفين هنا في السيرش انا كاتبه ايه، فيديو كاتبه مايكروسوفت ليرن ستودنتس امباسادور بروجرام، خلاص، وطلع لي في السيرش هنا فيديوهات كتيره ممكن تشوفوها. ده كان الطالب ده فاز 2021، فانتوا تقدروا تشوفوا الفيديوهات دي قبل ما تطبقوا وتجربوها وتسمعوها وتعملوا زيها طبعا، خلاص. طيب ده الفيديو بالنسبه لنا اللي هنجاوب عليه. احنا دلوقتي هنتنقل للموقع، للرابط اللي انا حطاه في البرزنتيشن. الرابط طبعا هبعته لكم، هحطه لكم على الشات دلوقتي لو انتم شايفين الشات. احط رابط الموقع نفسه عشان تاخدوه كوبي وتدخلوا منه على طول تقدموا الابلكيشن بتاعكم. بس قبل ما تعملوا الابلكيشن، طبعا هنشوف الابلكيشن مع بعض دلوقتي او هنشوف الخطوات مع بعض، بس قبل ما تعملوه لازم تكونوا مجهزين الفيديو. طيب احنا هنعمل ايه في الفيديو؟ الفيديو طبعا لازم يكون باللغه الانجليزيه، خلاص. هنعمل ايه؟ هنكتب الكلام بتاعنا بالعربي ونروح نترجمه على اي ترانسليتور، على النت، على جوجل، على الوورد، اي حاجه. يبقى تكتب السكريبت او الكلام اللي انت عايز تقوله اكتبه، وبعدين بالعربي، وبعدين ترجمه عادي. بعد ما تترجمه اقراه تاني بالانجلش بس براحه، زي ما انتوا هتشوفوا الطلاب في الفيديوهات هتعملوا مره واتنين. فيديو دقيقه، دقيقه ونص طبعا، هتشرح فيه انت ليه حابب تقدم في البرنامج وهتستفيد ايه وهتعمل ايه. هتقول بقى انا ناوي اعمل انسبايرنج لزملائي، يعني عامل الهام لزملائي وهساعد زملائي وهعمل حاجات كتيره قوي. هستفيد ايه؟ ممكن اعمل برامج جديده، ممكن اتعلم تكنولوجي جديد، ممكن ادخل كليه قسم مثلا ارتفيشال انتليجنس اللي هي الذكاء الاصطناعي، زي ما انت عايز. انت اكتب اللي انت عايز تقوله وبعد كده ترجمه، وبعدين قوله بالانجلش في فيديو صغير خالص. ممكن تصور فيديو باي برنامج تصوير على الموبايل، بس يكون برنامج واضح ما يكونش فيه خلفيه زي ما انتم شايفين. ممكن تعمل تستخدم برنامج على الكمبيوتر، لو انت عندك على الكمبيوتر هيبقى كويس. نشوف بقى الموقع نفسه، نشوف الرابط. قبل ما نشوف الموقع هنشوف مايكروسوفت ليرن الاول اللي احنا هناخد عليه كورسات. هفتح بس الاول الموقع اللي احنا هناخد، المفروض نعمل عليه كورسات. هنروح بنفتح مايكروسوفت ليرن عادي، بكتب ببحث عن مايكروسوفت ليرن، بكتب كده مايكروسوفت ليرن، هو بيديني اول موقع على طول مايكروسوفت ليرن اللي هو مايكروسوفت دوكس. طيب انا بس بخرج من الاكونت بتاعي، بيجي بالشكل ده. خلاص اول حاجه هتعملها هتعمل ساين ان. انا عايزه لو في حد من اللي معايا شايف الشات يكتب لي ايميله عشان نعمل نجرب الابلكيشن بتاعه، هو بالايميل بتاعه. حد يكتب لي ايميله من الطلاب، الايميل المدرسي هينفع، او ابعتوا لي على الواتساب لو انتم مش شايفين الشات. يلا حنين او مريم، مع اي حد بعت لي ايميله. بولي على الواتس او على الشات لو انت طالب.
حد عارف يكتب؟ طيب هجرب. انا بايميل، بس الايميل عامل ابلكيشن قبل كده، ما فيش مشكله. اعمل ابعت سيرش. انا ايميل يا دكتور. يا ريت يا ريت. ما حضرتك قلتي طالب، فانا ما كتبتش. حضرتك مدرس. سوري، لا مش هينفع. طيب طيب انا بفتح بايميل انا طالب بعته لحضرتك على الواتساب. الواتساب. حلو قوي. اني افتح. مين اسمك؟ ايه؟ حنين. حنين. حنين، طب معلش ابعتي لي الباسورد كمان على بتاع الايميل. 4 8 7 7. مريم. مريم، انا بس انا مريم، سوري. طيب الايميل اللي انا بكتبه ايميل مريم. ماشي يا مريم، ابعتي لي الباسورد. 8 9 0 2. هات طيب. يا واحد طيب. moe.edu. صح. 4 8 7 1 7 8 9 0 2. اوكي نيكست. مش مظبوط. طالبية دوت اي جي، انا ما كملتش. طيب الباسورد. تمام، حلو جدا كده. دخلنا الاكونت بتاع مريم. مريم وليد بدوي امين. تمام الاسم كده. طيب الاسم باللغه العربيه ظاهر قدامنا، ده الاسم اللي هو بيبقى موجود في الوزاره. لو انا عايز الشهادات ما يطلعش باللغه العربيه، عدل ده كده ديسبلاي نيم واكتب الاسم اللي انا عايزاه. ماشي، ممكن اكتب كده مريم. مريم. مريم وليد. مريم وليد. ايه تاني؟ انا نسيت الاسم. وليد. ممكن تكملي الاسم عادي يا مريم بعد كده ونقول نيكست. خلي بالكوا انا فتحت ايه دلوقتي؟ مايكروسوفت ليرن، وعملت ساين ان من فوق من على اليمين كده خلاص، وبعد كده نيكست. طيب بيحط لي الايميل تاني، بيكتبه لي، هو بيأكده لي وبيقول لي اختار الكونتري بتاعتك. فبختار او الريجون، بختار مصر ايجيبت، واقول له نيكست. بيقول لي ايه الرولز اللي انت انترستد ان، ايه الحاجات اللي انت حابه. احنا طبعا احنا في هاي سكول، مدرسه ثانوي، ففي المستقبل حابه تبقي ايه؟ حابه تبقي ارتفيشال انتليجنت انجينير، يعني مهندس ذكاء اصطناعي مثلا. طيب حابه تكوني اب ميكر، تعملي تطبيقات للموبايل. طيب ممكن ديفلوبر، ممكن هاير اديوكيشن اديوكيتور، عايزه تبقي مدرس في الثانوي مثلا. مثلا خلاص كل واحد هيختار. طيب حابه تكوني تكنولوجي مانجر، حابه تكوني نتوركينج نتورك انجينير، مهندس شبكات، حابه تكوني ديف اوب انجينير، برضو حاجات خاصه بالسكيورتي اوبريتور. مش كفايه كده؟ كفايه، وبعدين نبقى نزود. احنا نقدر نختار واحده بس وبعدين نزود اللي احنا عاوزينه. وممكن اقول له I am not sure yet، انا مش متاكده دلوقتي، لسه مش متاكده. طيب هل انت beginner ولا intermediate ولا advanced؟ هل انت مبتدئ في التكنولوجيا ولا متوسط ولا متقدم؟ برضو كل واحد يختار المستوى اللي هو عاوزه. او I am not sure yet، مش متاكد برضو الان، فانا ممكن اختار beginner مثلا، اقول له next. طيب اختار البرودكت اللي انت انترستد ان، البرودكت اللي انت مهتم فيه. دوت نت، البرودكت بتاعت دوت نت، ولا ايجور، ولا ايه، ولا ايه، ولا ايه، ولا نوت شور. برضه نوت شور، لسه مش متاكد. خلاص انت كده عملتي البروفايل بتاعك. اوكي طيب كتب لي اهو ويلكم باك مريم وليد. خلاص واحنا في الليفل الاول، احنا لسه داخلين جديد مايكروسوفت ليرن، الموقع بتاع مايكروسوفت ليرن. وهنا تحت ده كله ده كورسات، ولو كملنا آلاف الكورسات، كمية كبيرة جدا من الكورسات المتقدمة بتبتدي، سوري، من البدائي لغاية المتقدم خلاص، ونقدر نختار منها وندرس. مثلا الايجور، فاكرين كلمة ايجور اللي انا قلت لكم انه من ضمن المميزات ان هو هيديني
اكاونت على ايجور مجانا ب 150 دولار. هو ايه الايجور ده؟ انا ما اعرفش الايجور ده، صح؟ احنا مش عارفينه. طب عايزين نعرف عنه اهو. فاندامنتالز ديسكرايب كلاود كونسبت، هيوصف لي المهارات بتاعت الكلاود، المفاهيم، سوري المفاهيم. طيب ايه ده البتاع ده بالانجلش وانا مش حابه ادرس بالانجلش؟ طيب ما انا خليه بالعربي ازاي؟ هنروح هنا تحت خالص في انجلش يونايتد ستيتس، هضغط هنا واختار العربي، اهي العربي هنا، هيخلي لي كل حاجه بالعربي، كل الكورسات بالعربي، خلاص للدراسه كل حاجه بقت بالعربي، وصف مفاهيم ايجور الاساسيه هاخد بدل، خلاص ده مسار تعلم. فاكرين لما قلت لكم انه لازم تكمل عشان تبقى الفا لازم تكمل مسار تعلم؟ هناخد مسار من دول ونبدا دراسته، نقول له بدا. طيب يبقى احنا لو في مدرسه لغات او مدرسه تجريبيه يبقى خلينا بالانجلش، لو احنا في مدرسه عربي يبقى ممكن ندرس بالعربي. طبعا اول حاجه هنا في فيديو بيشرح لي الايجور كونسبتس اللي هي المفاهيم الاساسيه، وبعدين كلام يعني شرح بالفيديو وشرح بالكلام اهو، خلاص واقول له بدء الدراسه، يبتدي يشرح لي بالكلام مقدمه ما هي اساسيات ايجور، ليه اخد ايجور، الامتحان بتاع الايجور، اهداف، واكمل ما هي حوسبه السحابه الكلاود، حوسبه السحابه اللي هي كلمه كلاود اللي انا كنت بقول عليها ايجور كلاود. وادي فيديو تاني بيشرح اهو وات كلاود كومبيوتنج والايجر فاندامنتالز. ممكن نشغل الفيديو ونسمع الفيديو، الفيديو مش طويل بس الفيديو طبعا بالانجليزي. ممكن نشغل الترانسكريبت لو انت عندك، لو شغال على اليوتيوب وعندك ترانسكريبت ممكن تنزل الترجمة العربي. ما هو الايجر؟ هيشرح لي برضو هنا في الفيديو ده what is ايجر، وهنا بيشرحه بالكلام، يعني بيشرحوا لي في الفيديو حد بيشرح وهنا بالكلام تكست اهو. ممكن طب ايه هستفيد ايه من الايجور؟ ايه خدمات الايجور؟ او بيقول لك ان هي اكتر من 100 خدمه مش عارفه تعمل بيها ايه. طبعا تقدر تدرس الكلام ده بالتفصيل الممل، تقرا براحتك، خد وقتك، اسمع الفيديوهات وتنقل اللي بعد كده. طبعا مريم هتكملي الكورس ده تاني يا مريم، لان انا كده بعدي بسرعه، انت لازم تدرسيه كويس. يبقى هناخد لنا كورس من الكورسات وندرسه، خلاص. عايزين نرجع للقائمه الرئيسيه تاني اهو، رجعني تاني للقائمه الرئيسيه، خلاص. واقدر الكورس اللي انا بداته اهو، شايفين مقدمه في اساسيات الايجور، خدت منه 76%، انا كنت قربت اخلصه، خلاص كنت قربت اخلص الجزء الاولاني منه. طبعا مريم تكمليه، ادرسيه تاني دائما تاني، هتضغطي على الكلمه دي تاني اهو يجيبولك مره تانيه وتقدري تدرسيه مره تانيه، خلاص من اول المقدمه ادرسي تراي تاني من اول المقدمه عشان تستفيدي بالكورس. يبقى احنا هناخد اي كورس، نرجع للاستعراض تاني نشوف الكورس اللي يعجبنا. طبعا هنا في كورسات كتيره جدا، حاجات كتيره، انا هقلل البحث شويه فبختار مثلا انا عايز اعرف حاجات عن التيمز، اضغط على التيمز بس هيجيب لي كل حاجه عن التيمز اهو، هنا تيمز تيمز تيمز، كل الكورسات المرتبطه بالتيمز، تمام خلاص. لا مش عايزه تيمز، عايزه حاجه تانية، عايزه مثلا الاوفيس، في حاجات مرتبطه بالاوفيس، لا مش عايزه اوفيس، هشيل التيمز واشيل الاوفيس، انا عايزه حاجات خاصه بالويندوز. كده انا ضغطت ويندوز، شيل مايكروسوفت اند وان كده، جبت بس الكورسات. شوف انا معلمه على ايه عشان ويندوز، هنلاقي كل هنا كل حاجه خاصه بالويندوز، المايكروسوفت ديفندر دي حاجه خاصه بالويندوز، تحسينات امان ويندوز، كل الموضوعات اللي هنا مرتبطه بالويندوز فقط، وهكذا. طب انت عايزه مبتدئ بس، دي الحاجات اللي بتاعت المبتدئين، خلاص. يبقى هي كل ما بضغط على حاجه هنا بتقلل البحث بتاعي، بتخلي الحاجات دي تقل. هنا 134 انا عايزه اقل، انا مثلا طالب بس بقى 12 بس. يبقى دي المواقع او الكورسات المخصصه للطلاب، انا اخترت دوري كطالب فهختار، فجاب لي الكورسات الخاصه بقى 12 كورس في الويندوز للطلاب، وهكذا. يبقى مايكروسوفت ليرن. طيب عايزين نشوف اللي احنا درسناه فين،
طبعا هنا شايفين الصورة اللي على اليمين فوق، انا طبعا عشان عاملاها بالعربي فهي على الشمال، سوري هرجع تاني خليه بالانجلش عشان انا تهت بصراحة مش بعرف ادرسه بالعربي. اختار الانجليش مرة تانية، فين الانجليش بتاعنا؟ انجليش، انجليش يونايتد ستيت اللي هو الانجليش اللي احنا عارفينه اهو. رجعوا لي بالانجليش تاني، انا دلوقتي خدت 400 نقطة، شايفين النقط جنب كلمة ليفل، ليفل 1 فوق على اليمين، وفي حتة اخضر كده الشريط بقى فيه جزء منه اخضر، وخدت 400 نقطة. انا دلوقتي في الليفل الاولاني خدت 400 نقطة من 1799، لو انا خدت 1799 نقطة يبقى انا خلصت ليفل 1 وهتنقل لليفل 2. طيب النقط دي جت منين؟ من الكورس اللي انا قريته، الكورس اهو انا خدت منه 76، شايفين الموديول اللي هو موجود فيه 76% اللي انا كنت بادياه من شويه، دي النقاط اللي انا خدتها اداني 400 نقطه. حابه اللي انا قريتهم دول بصيت عليهم اداني 400. كل ما تقرا صفحه يديك نقاط، كل صفحه من صفحات الكورس يديك نقاط هنا. طب هل ده مفيد؟ اه طبعا مفيد جدا. لو انا كنت انهيت الكورس، خليني اكمل الكورس تاني وبعدين مريم تبقى تدرسه تاني، انا هكمله سريعا. كونتينيو بيكمل لي طبعا، انا مش هقرا حاجه، انا قريت الكورس ده قبل كده كتير. اخر حاجه نوليدج تشيك، نوليدج تشيك اللي هي ايه؟ اسئله على الكورس اللي انت قريتيه، بيقول لي ترو اور فولس، انا هجاوب عشوائي برضو اي حاجه، مش هقرا عشان انا مش عندي وقت. بقول له ايه؟ بيقول لي بصي كونجراتيليشن انت خدتي 400 نقطه حتى لو انت جاوبتي غلط. طب ازاي؟ بصوا كده انا جاوبتي ده غلط، الإجابة الصح كانت فالس، وجاوبت السؤال التاني غلط، السؤال التالت هو اللي جاوبته صح بس، خلاص؟ بس برضه إداني 400 نقطة. وشايفين بقيت عندي كام؟ بقى عندي 1000 نقطة فوق أهو. أقول له كونتينيو. خلاص، أنلوك. ماشي. بيقول لي إيه؟ أنت عايزة تكملي للمسار، إحنا قلنا إن ده اسمه ليرنينج باث، مسار تعلم. أنا خدت منه موديول واحد، لا أنا مش عايزة دلوقتي مش هكمل. مريم تبقى تكمل خلاص. انا خدت كام دلوقتي؟ بقى معايا 1300 نقطه. ماشي، نرجع ممكن نرجع للليرن تاني للبراوز، كل الحاجات بروح لبراوز او استعراض، رجعني للصفحه الرئيسيه عشان اكمل. خلاص شايفين الكورس اللي على اليمين ده اللي كان اسمه انتروداكشن تو ايجر فاندمنتالز، كان هنا 76% تقريبا، بقى كومبليتد، خلصته كملته انا خلاص. طيب منين اعرف ان انا كملته؟ فين الشهاده بتاعت الكورس ده؟ عشان انا قلت كل كورس بيديني شهاده. شايفين الصوره دي اللي هي الدايره اللي فوق دي؟ ده صوره البروفايل بتاعت مريم، المفروض انها بتحط صوره حلوه زي الصوره بتاعتي، انا حاطه صوره لنفسي. طيب عايزه تعدل البروفايل بتاعها، فبتروح تقول له ايه؟ بروفايل، ده البروفايل بتاعي مريم وليد. طبعا بيكملي اسمك يا مريم مظبوط، كملي اسم رباعي. خدت كام بادج؟ شايفين one badge، عشان انا خلصت كورس واحد خدت فيه بادج اهو، الكورس اسمه introduction to azure fundamentals. طيب عايزه الشهاده، شايفين كلمه achievements؟ achievement دي يعني انجازات، اضغط عليها كده بيقول انت خدتي موديول واحد اهو، الموديول كان اسمه introduction to azure fundamentals. طيب اضغط على كلمه الطباعه اللي فوق دي اهو، اداني الشهاده مريم مواليد has successfully completed introduction to Azure Fundamental يوم 6 أغسطس، وادي التوقيع بتاع سونجا، سونجا دي اللي هي رئيسة مايكروسوفت العالمية اللي في أمريكا. هل أقدر أطبع الشهادة دي بتاعتي دي؟ أقدر أخدها وأحطها على على لينكد إن، الأكونت بتاعي على لينكد إن، الفايل بتاعي على لينكد إن، أو طيب عايزة أعدل الاسم زي ما قلت لكم إيديت display name، فاكرين الديسبلاي نيم اهو، كملي اسمك هنا يا مريم، مريم وليده، تكمل اسمها هنا وتقول له سيف. خلاص جبتها منين؟ من الدايره دي اللي فوق، هجيب سيتنج واعدل الاسم بتاعي هنا واقول له سيف، وهنا بقيت الاكونت بتاعي، بقيت البيانات بتاعتي، وادي الايميل بتاعي خلاص لو عايزه تعدليه، ومش عارفه حاجات تانيه لو عايزه تلغي البروفايل، بس طبعا ما حدش يلغي البروفايل بتاعه، لان دي حاجه مهمه جدا ان يكون عندي بروفايل على مايكروسوفت ليرن عشان اقدر افوز ب
مايكروسوفت ليرن ستودنت امباسادور عشان اكون سفير مايكروسوفت، يبقى لازم يكون عندي اكاونت على مايكروسوفت ليرن. هو انا عندي اكاونت اوريدي، انا عملت فتحته، عملت ساين ان بالايميل المدرسي والباسورد بتاعت المدرسه، بتاعت الايميل المدرسي، اداني الاكاونت ده، اداني الهوم بتاعي اهو، واقدر استخدم ادرس اللي انا عايزاه. الكورسات دي اللي انا بداتها، شايفين الليرنينج باثز اللي بداتهم بس ما كملتش. هتعملي ايه؟ ريسوم. ريسوم يعني استكمال. عايزاه بالعربي زي ما شفنا، هننزل تحت خالص ونجيبه نجيب اللغه دي نخليه بالعربي وندرس، وبعد ما نخلص هنشوف البروفايل بتاعنا. ممكن تحط صوره البروفايل وممكن تظبط الحاجات دي. ممكن اوريكم البروفايل بتاعي عشان تشوفي الصورة بتاعتي والإنجازات بتاعتي. طبعا الطالب مش مطلوب منه كتير. مريم وليد بدوي، ماشي. أنا أكاونتي نادية، أهو حاطة صورة بروفايل أهو. ممكن تعدلي وتحطي صورة زي ما شفنا، تحطي صورة حلوة. طبعا دي البادجز بتاعتي والتروفيز اللي أنا حصلت عليها، الأشيفمنت بتاعتي والإنجازات. عايزين هنا انجازات كتيره زي دي، عايزه منكم انجازات وكورسات، وكل انجاز او كل كورس بتكون ليه شهاده. بنجيبها منين؟ من الطباعه، او ممكن نعمل لها شير زي ما قلت، شير على فيسبوك، شير على لينكد ان، زي ما انت عاوز تعمل شير. طيب انا في مايكروسوفت ليرن خلاص مش عاوزينه. نتنقل بقى لمايكروسوفت ليرن امباسادور، الموقع الثاني اللي انا حاطط لكم اللينك بتاعه على قبل ما ابدا، قبل ما اكمل، بس لو في اي اسئله، في حد عنده اسئله؟ منا اتفضلي، منا افتحي المايك وقولي لو عايزه تسالي. هو احنا لازم نعمل اكونت على لينكد ان؟ بما اننا في هاي سكول، لو داخله ثانوي، عشان ايه؟ على بال ما اوصل للجامعه او اوصل لوقت الشغل يكون عندي انجازات كتير على لينكد ان، ويكون الموقع بتاعي. طبعا لينكد ان احنا لسه صغيرين ولسه مبتدئين فيه، فهيبقى لسه بدائي. كل ما اخد شهاده انزلها على لينكد ان، كل ما اخد كورس انزله على لينكد ان. نيجي بعد كده لما نيجي نحب نشتغل، الاكونت بتاع لينكد ان اكونت اوبن، مفتوح عالميا. الشركات التوظيف تبتدي تخش على الاكونتات بتاعت لينكد ان وتشوف مين المناسب من ايه، بتشوف ايه المناسب. الشهادات اللي انت حصلت عليها، الانجازات، البادجات، الكورسات اللي انت واخدها. لينكد ان عنده كورسات زي ما قلت، لينكد ان ليرنينج، بس ده بفلوس خلاص. وكمان عندك انت واخد كورسات بره تقدر تشيرها على لينكد ان وتحتفظ بيها، وبالتالي يبقى عندك انجازات كتيره جدا. لما تيجي تشتغل يبقى عندك فرصه ان انت تشتغل. وعايزه اقول لكم ان انا حتى اللي هشتغل معلمه، لو انا عندي اكاونت على لينكد ان بيبقى عندي سورسز كتيره تخليني ابقى متفوقه في مجال عملي. لو انا هشتغل محاسب، لو انا هشتغل في التكنولوجيا، في مجال التكنولوجيا، مش بس في مجال التكنولوجيا زي ما قلت، اي مجال تاني هشتغل فيه، لينكد ان بيدعم هذا المجال، بيساعدني ان انا اكون عندي مهارات واقدر اشير كل الشغل. تمام، يبقى كلنا نعمل اكاونت على لينكد ان بايميل كويس. ايميل ما ننساهوش ابدا، ممكن نعمله بالايميل المدرسي او ايميل خاص عادي لينكد ان باي ايميل، بس نحتفظ بيه ونكون محافظين عليه ونفتحه كل يوم ونطور من مهاراتنا زي ما قلت لكم. واي حاجه ناخدها على مايكروسوفت ليرن نشيرها على لينكد ان عشان نستفيد بيها. تمام. طب انا لو اخدت قبل كده مثلا شهاده تبع مايكروسوفت او كده هلاقيها على بتشيريها، بتروحي تفتحي، انت خدتيها فين؟ شوف انت خدتيها مثلا على سيرتي بورد، لو انت مثلا كنت امتحنتي موش او كده، هتروحي لها هناك وتشيريها من هناك على لينكد ان. كل المصادر اللي بناخد منها كورسات او شهادات كلها عندها امكانيه انها تشير على لينكد ان. لا قصدي هلاقيها في مايكروسوفت ليرن. لا، شهادات خدتيها على ايه؟ حسب مايكروسوفت ليرن. انت اول مره، ما حدش فينا خد قبل كده على مايكروسوفت لانه لسه فاتح جديد للطلاب. انت واخده شهاده فين قبل كده؟ مايكروسوفت. في ايه؟ من ايه؟ خدتي موس مثلا؟ موس لا، موس هتلاقيها على سيرتي بورت مش على مايكروسوفت. فاكره اكونت سيرتي بورت؟ انت امتحنتي معايا منه؟ انت عندنا في المدرسه؟ تمام. فاكره اكونت سيرتي بورت؟ لا لازم تفتكريه، او لو مش فاكراه هديهولك بعدين، بيبعتي لي على الواتساب ابعته لك. لكن لازم هتفتحي سيرتي بورد هتلاقي الشهاده بتاعتك اللي انت خدتيها
وهتقدري تشيريها من هناك على لينكد ان بعد ما تعملي اكونت لينكد ان. ماشي؟ هيا يا جنى خلصتي تمام. منه؟ طيب نزلي ايدك منه. جنى رفعتي ايدك؟ يا جنى عندك اسئله، عندك سؤال؟ انا لسه داخله الميتنج حالا وما لحقتش اي حاجه لان مايكروسوفت تيمز ما كانش راضي يفتح خالص، فانا اعمل ايه عندك دلوقتي؟ سنه كام يا جنى؟ عندك كام سنه؟ عندي 15 سنه لسه ما كملتيش 16. طيب اه طيب يا جنى، البرنامج اللي احنا بنشرحه النهارده لازم تكوني كملتي 16. حلو، فانت هتعرفي عنه اشتغلي على مايكروسوفت ليرن عادي. مايكروسوفت ليرن مش لازم تكون 16 عادي، اي حد هنشتغل على مايكروسوفت ليرن اللي انا فتحت دلوقتي واشتغلت عليه. وبعدين لما تكملي 16 سنه ان شاء الله تقدمي في الجزء اللي انا لسه هشرحه، انا لسه ما شرحتش الجزء الخاص بالامباسادور. بعد كده شوفي الفيديو عشان تشوفي الجزء اللي فاتك وهتقدري تعمليه ان شاء الله. ماشي؟ انا الفيديو مسجلاه هنزله على القناه على اليوتيوب، وحط لكم الرابط بتاعه على الفيسبوك عادي، على جروب الفيسبوك تقدروا تشوفوه في اي وقت. تمام، شكرا. نعم. طيب في اي سؤال تاني في مايكروسوفت ليرن؟ نتنقل بقى المايكروسوفت امباسادور، ستودنت امباسادور. خلاص هننقل على الجزء التاني، هنروح للموقع اللي انا حطيت الرابط بتاعه في الشات من شويه، وهحطه تاني على جروب الفيسبوك عادي. هنروح الموقع بتاعنا، اسمه اهو، اسمه مايكروسوفت ليرن ستودنت امباسادور، ونعمل برضو تسجيل دخول فيه. هنعمل لمريم برضو، مريم عشان احنا حافظينه على طول موجود الاكاونت، خلاص فتح لمريم. تمام. بيسألني بيقول لي ايه اول سؤال، بيقول لي انه انا محتاج بيرميشن مايكروسوفت ستودنت امباسادور. بيقول لك ان انا هستخدم البروفايل بتاعك ده وهنبعته للتقييم، يعني بعد البيانات اللي انت هتكتبها هتروح للتقييم. خلي بالك البروفايل بتاعك يكون مظبوط، الداتا اللي فيه تكون سليمه. اقول له اكسبت، اوكي انا موافقه طبعا، انا محتاجه انهم يقيموني. دلوقتي احنا فاتحين اكونت مريم، في هنا ابلاي ناو، بيقول لي ايه تحت هنا في الاعلان، بيقول لي بيكام A student ambassador. Finding your community is more important than ever. بيقول لك ان انت هتلاقي الكوميونتي بتاعك، وتحت هنا بيقول لك في حاجات كتيرة جدا. انت هتستفيد ايه؟ Make a difference with students from around the world. هتكون في فرق، هتعمل اضافة للطلاب حول العالم. هتعمل grow your skills، يعني هتنمي مهاراتك. وبيلد يور ريبيوتيشن از ا تيك انسايدر، وكمان هتبني سمعتك از ا تكنيكال تكنولوجي يعني. وبيكام ا ليدر ان يور لوكال تيك كوميونتي، كمان هتبقى قائد في مجتمعك، في اللوكال المجتمع المحلي بتاعك انت. وامباور يور بيرز، وهتقوي او هتساعد زملائك، حاجات كتيره. ودول الثلاث برامج اللي انا قلت لكم عليه، الالفا والبيتا والجولد، ثلاث مستويات اللي قلنا عليهم. قلنا ان الالفا ده هيكون خدت بس شويه، عملت الابلكيشن وخدت ليرنينج باث في المايكروسوفت ليرن، درست كام كورس من الكورسات بتاعه مايكروسوفت ليرن. الثاني اللي هو البيتا، ان انت يكون عملت ايفنت، دربت زملائك، عملت ايفنت كويس، ساعدت زملائك في حاجه من اللي انت بتعرفها. الجولد ده دعوه بتجيلك من مايكروسوفت لما بيلاقوا الجزئين اللي فاتوا دول انت ناجح فيهم جدا، فبتقدر تحصل على الجولد. ودول طلاب حصلوا على الجولد، شايفين حصلوا في شهر مايو اللي فات ده على الجولد، اساميهم هم فروم ليرن ستودنت امباسادورز. دول امباسادور بس خدوا البادج الجولد اهم، كتير في كتير، في عربي، واحد عربي هو اسمه شريف ناصر، في كتير، لو انت بحثت ونزلت تحت كده هتلاقي في كتير قوي. طيب وفوق هنا بيقول لي طبعا كل ده معلومات، هنا بيقول لي ايه اللي انت هتستفيده لما تحصل على الكريدت ده او تحصل على اللقب ده الامباسادور ده، ان انت تبقى سفير. خلاص الحاجات اللي انا شرحتها من شويه، احنا داخلين الموقع ده عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل ابلاي، عشان نملى الفورم، عشان نشارك، نشترك يعني. ابلاي، انت لا تشترك بنفسك، محدش هيشترك لك. انا طبعا هوريكم الفورم، لكن مش هعمل حاجه عشان ده فورم مريم، احنا فاتحين اكونت مريم، فمش هنعمل فيه حاجه، هي تكتب بنفسها. اول حاجه البرايفسي اند تيرمز، هتفتح كده
بتقول له اي اجري، هو بيقول لك ان انت هتكتب الاكونت بتاعك واحنا هتوافق على ان احنا نطلع على الداتا بتاعتك، وبيقول لك لازم تكون at least 16 years old، لازم تكون على الاقل 16 سنه وقت ما بتملى الابلكيشن. النهارده وانت بتملى الابلكيشن لازم تكون كملت 16 سنه، لازم تكون اكاديميك في اكاديميك انستتيوشن، يعني تكون في كوليدج، تكون في يونيفرسيتي، تكون في هاي سكول، يعني انت في مدرسه معتمده، عندك ايميل مدرسي او ايميل مؤسسي. لو انت عايز تشترك كبيرسون انديفيدوال بيرسون، يعني لوحدك شخص لوحدك، مش هينفع تشارك معنا، وما ينفعش تكون امبلوي، ما ينفعش تكون موظف في مايكروسوفت. خلاص طبعا انت موافق على كل الحاجات اللي فوق دي، فبتقول له نيكست. انا مش هعمل نيكست طبعا عشان مش هكمل. بعد كده بيقول لك حط البيرسون بيرسونال انفورميشن، البيانات الشخصيه، حط بياناتك الشخصيه هنا. طيب هتحطها ازاي؟ اهو هتفتح كده هتلاقي الفيرست نيم، اللاست نيم، الجندر، النوع يعني ميل ولا فيميل، ذكر او انثى، البرناون، انت مس ولا مستر ولا اهو، هير ولا هيم ولا ايه، يعني ذكر كده يعني. الايميل هو كاتبه اوريدي مش هتكتبه انت. سيلكت يور كونتري، هتختار البلد والمدينه. انت لما بنختار مصر هنلاقي هنا مدن مصر، يعني اول ما بفتح هنا واختار ايجيبت بيفتح لي هنا محافظات مصر اهو، قهلية، بحر الاحمر، بحيره، فيوم، مش عارف ايه، هتختار المحافظه بتاعتك هنا. خلاص طيب، وبعد كده الاكاديميك انستتيوشن انفورميشن، معلومات عن المدرسه بتاعتك او الكليه بتاعتك، هتكتب الكونتري برضو، المدينه، اسم المدرسه او اسم الكليه بتاعتك، الديجري بروجرام، انت كمبيوتر ساينس، انجينيرنج، انفورميشن سيستم، بزنس ولا اذر، واحنا لسه في كليه مش موجوده من دول هنكتب اذر، او احنا هاي سكول برضو هنكتب اذر، هاي سكول يعني مدرسه ثانوي. ديجري ليفل اهو، بكالوريوس ولا ماستر، ولا انت داخل ايه، هتدخل بكالوريوس ولا ماستر ولا دكتوراه، طبعا هتكتب بكالوريوس. طيب الاكسبكتد جراديويشن ديت، التاريخ المتوقع للتخرج، انت متوقع تتخرج امتى؟ لو انت في ثانوي هتقول السنه اللي انت هتخلص فيها الثانوي، او السنه اللي انت هتخلص فيها الكليه، وهتعمل نيكست. طيب الجزء اللي جاي ده بقى ابلكيشن كويستشنز، دول اهم جزء، دول بقى اللي هم الثلاث اسئله اللي انا قلت لكم عليها. طيب بيقول لي هنا بليز سيلكت ذا اريا وير يو كان دومينستريت يور بابليك سبيكنج سكيل ويز ا فيديو، هنا هتحط فيديو. بيقول لك اختار المكان اللي انت ممكن تبقى فيه بابليك سبيكنج سكيلز، تستخدم فيه مهاراتك. انت هتعمل انسباير، يعني هتساعد الاخرين، ولا انت تك هتبقى مجال تكنولوجي، تكنيكال كونسبت يعني، تيتش هتدرس تكنيكال كونسبت، ولا بروموت، ولا انت انكريز اويرنس، هتزود الوعي والاتراكت an audience for an event، ولا انت تدعو لاخرين لايفنت، هتختار اي واحده منهم. مثلا انسباير، الثلاثه بيفتحوا هم، لما بتختار اي واحده منهم الثلاثه بيفتحوا. اول واحده هتحط فيديو، فاكرين الفيديو اللي انا وريته لكم بتاع الطالب، تصور فيديو وتحط الرابط بتاعه هنا، ترفعه على اليوتيوب او ترفعه على الوان درايف وتحط الرابط بتاعه هنا. الجزء السؤال الثاني بيقول لك ايه، we are looking for students that are curious and driven، احنا بنبحث عن طالب قائد انه يعمل لير شير تكنيكال نوليدج، انه يعلم ويعمل مشاركه للتكنيكال نوليدج، للمفاهيم والمعلومات التقنيه والسكيلز، with their peers، مع زملائه، عايزين طالب يقدر يشارك زملائه للمعلومات اللي عنده، زي ما قلت لكم هتدرس انت وتعمل ايفنت لزملائك. خلاص فبيقول لك هنا How have you taught؟ كيف يمكنك أن تدرس؟ Or how would you teach a technical concept؟ إزاي تقدر تدرس technical concept، مفهوم technology، to your community or peer، لمجتمعك أو لأصحابك، that have never
heard of it before. ازاي تقدر تدرس مفهوم تكنولوجي لطلاب او لاصحابك اللي ما سمعوش عنه قبل كده، في حاجه ما سمعوش عنها قبل كده؟ هتشرح لنا، هتكتب كلام، كلام ممكن تكتبه بالعربي، تقول انا ازاي هدرسه لهم، انا ممكن اعمل ايه، انا عشان انا كمدرسه مثلا حابه ادرس لاصحابي معلومه، اول حاجه لازم انا اتقن المعلومه دي. لو انا مثلا بعمل ابلكيشن للموبايل وانا عارفه اصحابي ما بيعرفوش يعملوا ابلكيشن للموبايل، اول حاجه اعمل انا ابلكيشن وابعته لهم واقول لهم خدوا جربوا الابلكيشن ده، بعد ما يجربوه اقول لكم ايه رايكم، انا اللي عملته، تحبوا تتعلموا يتعمل ازاي؟ خلاص، دي طريقه تدريس. انت هتشرح هنا انت ممكن تعمل ايه. السؤال اللي بعد كده بيقول لك وي ار لوكينج فور ستودنتس، بنبحث عن طلاب، ذات ار انكلوسيف كوميونيتي بيلدرز، بيبنوا مجتمعات، اند كوميتد تو سولفينج بروبلمز، ويقدروا يحلوا مشكلات، اند ميكينج ا ديفرنس فور ديفيرس جروب، ويقدروا يعملوا فرق في الطلاب في المجموعات. طيب السؤال بقى، when you are or if you were hosting a technical event، لو انت هتعمل hosting، هتعمل event، انت هتعمل technical event، event technology يعني. What steps do you take to increase awareness about your event؟ ايه الخطوات اللي انت هتقدر تعملها عشان تزود مهارات، تزود وعي الاخرين عن الايفنت ده، تعرفهم يعني عن الايفنت ده، واتراكت attendees وتجذب الجمهور، and provide an inclusive experience for all، وتديهم خبرات حصرية للجميع. هتعمل ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تعمل event او خطوات وتجذب الطلاب او تجذب اصحابك للevent ده؟ خلاص، برضو هتكتب كلام زي ما قلت لكم، هتكتبوه بالعربي في وورد مثلا وتترجموه وبعدين تنقلوا الترجمة هنا. هو بيقول لك الكلام ده لما بتيجي تكتب، شايفين الكلام؟ الحد الأدنى 100 كلمة في السؤال ده. السؤال اللي بعده برضو الحد الأدنى المينيمم 100 كلمة، وأكبر كلمة 100 حرف، سوري 100 كاركتر، وأكبر عدد، أقصى عدد ممكن توصل له 2000 كاركتر. خلاص، يبقى تكتب من 100 ل 2000. طبعا تكتب اللي انت عايزه، انا مش هكتب حاجة طبعا عشان ده خاص بمريم. بعد كده بيقول لك السوشيال ميديا، هل عندك بلوج، عندك يو ار بلوج، عندك تكنيكال بلوج، بلوج يعني عندك مدونه، لو عندك مدونه حط الرابط بتاعك. لو انت سجلت تكنيكال فيديوز، عملت ايفنت ريكوردد لفيديوهات، سجلت فيديوهات حط الرابط بتاعها هنا، فاكرين ما قلت لكم هتعمل الفيديو وترفعه، حط الرابط هنا. لو انت عندك اونلاين ريسوم، عندك سي في، حط الرابط بتاعها هنا. لو عندك لينكد ان بروفايل، عندك موقع على لينكد ان، حساب على لينكد ان، حط الرابط بتاعه هنا. خلاص، لو عندك بلورال سايت، دي برضو كلها مواقع، ستيك اوفر فلو، لو انت عندك على الستيك اوفر فلو اكاونت حطه هنا، عندك انستغرام اكاونت حطه هنا، عندك تويتر اكاونت حط الرابط بتاعه هنا. خلاص، طيب في additional information، معلومات إضافية. Which of the following technologies interest you؟ إيه من التكنولوجيا ديت مفيدة ليك أو مهمة ليك بتجذبك يعني؟ هتختار artificial intelligence، blockchain، data science، gaming، internet of things، إنترنت الأشياء يعني، mixed reality، موبايل ديفلوبمنت، نتوركينج، اوبن سورس سيكيورتي، ويب ديفلوبمنت. اختار اي تكنولوجيا واحده او اثنين او ثلاثه او اربعه، الحاجات اللي انت بتحبها من التكنولوجيات او اللي عاوز تتعلمها او اللي حابب ان انت ان شاء الله تشتغل فيها. طيب، is there anything else you would like to share with us؟ عندك حاجه ثانيه عايز تشاركنا فيها تحطها، لو عندك حاجه عايز تقولها لنا ثاني اكتبها، لو ما فيش خلاص بعد ما بتخلص بتقول له سبميت. خلاص، لازم تكمل كل الحاجات دي تاني اهو، كل حاجه طبعا انا ما عملتش اي حاجه، كل حاجه بتفتح الساعه بعد ما تخلصها تقول له نيكست، نيكست ينقلك للي بعديها. تمام، بعد ما بتخلص بتقول له سبميت، وبتقدر تعدل لو في حاجه انت كتبتها وعدلت فيها وممكن عايز تعدل فيها تاني، ممكن تقدر تعدل لغايه شهر ديدلاين اول اكتوبر. طبعا اللي هيقدم دلوقتي التقديم بيخلص
او التقييم بتاع مايكروسوفت هيكون في شهر اكتوبر ان شاء الله، تقريبا في نص اكتوبر. خلاص، فانتوا لو قدامكم الوقت دلوقتي تقدموا براحتكم، ولغايه تقدر تعدل زي ما انت عاوز. انا بوريكم ابلكيشن بتاع محمد اللي هو عمله. تعالوا نخرج من اكاونت منا، سوري مريم، هنعمل ساين اوت اهي، ساين اوت. مريم تقدر تدخل تاني وتعمل ساين ان وتعمل ابلاي بقى من اول وجديد. هعمل ساين ان تاني، مش عايزه تعالوا نقفل، لازم نقفل عشان يخرجني تاني. طيب بنعمل ايه؟ بنكتب باسدوش الموقع، اقول له ساين ان، جرب حد تاني محمد ده عامل الابلكيشن اوريدي. هوريكم بس الابلكيشن بتاعه. طيب البروفايل بتاعه لو انت عايز تشوف مين في الكونتري بتاعتك امباسادور قبل كده، ممكن تبحث وتشوف الناس دي عشان تشوف الفيديوهات بتاعتهم، تشوف كده. اه ممكن دول كل دول امباسادورز في البروفايل هتلاقيهم، في منهم بيتا وفي منهم جولد، في منهم لا مفيش منهم حتى الفا. تقدر بص كام، تقدر تبحث كتير، اسماء كتيره. ممكن تبحث بالكونتري تشوف في مصر مثلا مين امباسادور في مصر سابق. نشوف اهو دول في مصر بيتا، في بيتا مارجو صبري، وفي الفا اهو مروان ممدوح، في كريم المرسي، كل دول مصريين من ايجيبت. هم تقدر تفتح اي حد منهم وتشوف ده واخد الفا اهو، تشوف بياناته. خلاص اللانجوج بيتكلم اللانجوج اللي هو اختارها، خلاص عايش فين، مش عارفه ايه ده البادج اللي هو حصل عليه. اوكي دي في شفتها فين؟ دي في البروفايل بتاعت تاني، البروفايل هنا لقيناها في الايقونه بتاعت البروفايلز، بروفايلز كل الناس اللي خدت امباسادور عشان تشوفهم يعني. خلاص طيب عايزين نعمل ابلاي، زي ما قلنا ابلاي اهي موجوده. ده طبعا عبد الله محمد او محمد عبد الله ده مسجل قبل كده. عايزين نشوف الابلكيشن بتاعه عشان نعمل له ايديت اهو، ده الابلكيشن بتاعه. خلاص هو كاتب بياناته اهي، ممكن تشوف الاسئله بتاعته دي، اجاباته عن الاسئله، وحاطط فيديو على اليوتيوب. خلاص ودي الاسئله هو اللي مجاوبها اهي، زي ما قلت لكم اجابه السؤال اهو، هو مجاوب كتير. كاتب كام حرف؟ كاتب 2000، كاتب 891 حرف. السؤال اللي بعده كاتب 1902 حرف، والحد الاقصى 2000 حرف. خلاص ممكن تكتبوا اللي انتوا عايزينه في الاسئله دي. طبعا المعلومات اللي قبل كده عادي بقى كلها معلومات، يكتب بياناتك اللي احنا قلناها الشخصيه. تمام كده انا خلصت الموضوع بتاعي، لو في اي اسئله تاني